بس كلام. ورجعنا من جديد مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان ومكملين انستا ستار وضيفنا لليوم الفنان والرابر موباكي. طبعا اول شيء يعني ممكن يخطر على بالنا محمد، يعني في معلومه قالوا ان زمان موباكي او محمد كان عنده مايك بتاع لعبه صغير وكان يغني، فكم كان عمرك وقتها؟ صغير قلب انا خلاص، يعني وقتها ما كانش راب. انت تتذكر فيها الفتره دي ولا اللي قالوا لنا المعلومه بس تتذكر فيها؟ وفي حتى صور يعني تثبت شيء ولا لكن وقتها ما كانش، يعني هو كان بجوك خلاص. شو كنت تغني؟ شو دندن؟ هو في الوقت هذاك كان عمي له تاثير علي، عم هشام. كان عم هشام عم محمد الزوز ايمت يتفرجوا على ام بي سي كان في برنامج نسيت شو اسمه، ايمت ام بي سي كان مثل فيها مش مثل فيه قدم فيها رزان نسيت شو اسمه البرنامج. المهم كان ديما يجيب في الموسيقى الاجنبيه، يعني هو الحديث باك ستريت بويز، كان يجيب مايكل جاكسون. كانش توب 20 او شيء هذا ممكن هيك، هذا دول قديمه البين في من التسعينات يعني. في الاغلب كان ايامات ام بي سي كانت احمر واصفر وازرق الشعار بتاعها. تمام، في الاغلب يعني الاغنيه كنا نغني فيها في الصوره هذيك حتكون شو مي ذا مينينج من الجو هذا. تمام، بعدها يعني امتى كانت البدايه الفعليه لموباكي؟ يعني امتى اول مره فكر انه بيغني وبينطلق؟ انا زي ما قلت لك انا في الصيف هذاك مشيت 2004 وبعدين مشيت ثاني حتى في 2005 انا. المهم كنت نعكس انا ولد عمي، هذا كان اكبر مني بثلاث اربع سنين هو كويس. وكان يسمع لي راب هلبا، كان شي غني هو، كان مره يدير زعمات هيك في حاجات هيك بالجو، زي ما قلت بالجو، مش هاد الهمه في الموضوع ومش في باله. بعتالي بعد ما روحت انا قعدت نسمع لي راب اكثر واكثر، كل مره نكتشف ناس جديده. لمن تسمع كنت؟ هو في الاول بوكل وتقريبا نحس فيه 90% من الناس في الجيل الوقت هذاك امنهم لانه هو كان فاز طغيان وقت هذاك. بعد خشيت على 50 سنت 50 سنت الجماعه بتاع جي يونت مش عارف شنو. جد فتح حلقتنا لبس زيهم جو الواسع هذاك واستراوي طايحه. فهو يعني غريبا بنقول لك ترى اللوك بتاعك مش اللي متعودين لما بنقول فنان راب، فبيكون في بالنا الصوره اللي نعرفوها يعني. فانت قاعد في السبور شيك وتغني فراب. ايه، ما هو شنو في الوقت هذا كنت قاعد انا نكتشف في شنو اللي يمشي معي شنو مشيش معي، يعني صغيره كان عمري 13 14 سنه. التاثير نتاع ولد عمي حتى هو كان اللي هو كان يلبس هيك، كنا نلبس زيه. لكن بقى بشوي شوي بدات تقول اني هو بدت عندي شخصيه انا وعندي الطبع بتاع هنا. طيب بما فتحنا موضوع اللبس احنا توه، فاقول لي يعني مش من اساسيات الرابر انه يكون لازم لبس واسع وكذا؟ فممكن يكون فنان راب وداير يعني ستايل بروحه بس لوك بروحه، لانه هو اصلا لو بتخش انت في جو بتاع الاساسيات بتاع مغني راب تلقى فيها بحالات منها، يعني هنا لازم يدير روحه جو جانجستا هيك جو انا جو انا يعني هو يعني شاب بني زي اي شاب تاني. عندي ندير في موسيقى نعبر بها على المر بيه، مرات عندي رساله بوصلها، مرات موقف، مرات نبي ندير حاجه نغير بها جوي. بس الراب هو يعني مزاج مش وظيفه، مش انت بتهتم باساسياتها وانت لازم تكون كذا وكذا وكذا باش تغني. هو نسمع الاغاني يعني مثلا زي 50 سنت نسمع لتو ننسج معه، لكن ما يعكسش يعني هو الشخصيه، ما تطبعش بشخصيه حد. بالضبط. حلو، تمام. نبي رده فعل العائله او اول ما عرفوا انه محمد بدا يغني، فكيف كان الشعور او ردة الفعل الاولى ليهم؟ كيف استقبلوا الموضوع؟ عادي، مش مدورين لان عارفين ان على اساس في الوقت هذاك في بالهم انا مرحله وحتفوت وخلاص. انت عاوز اي شاب يغير في جوه. وابوي كان ينشف فيه يقول لي ما تنفعش انت ما عندكش فاهم مش عارف شنو، كان ينشف فيه. ما كانش مقتنع هو بالموضوع، يعني مش كانت هذه الفعل من وجهه نظره. ما كانش يعني اذا ممكن ينشف فيه بس لا ما عندكش فاهم. ما كانش متخيل ان الموضوع بيبدا بجديات وفنان محمد وتمام. بعدين اللي عندي 2012 يعني هو بدو يشجع فيه اكثر، لكن انا وقفت. اول اغنيه درتها انت فعلا كانت ليك، شنو هي كانت لو تتذكر؟ كانت في هذا في 2007 انا وسيفاو. اي شنو كان اسمها؟ اسمها Get Popped. وسجلنا والبدايه بتاعها كان في براون شوغر اللي هو حامد عربي. هو اصلا الاغاني الاول كلهم سجلته هنا عند حامد، اي ما الاستوديو بتاعها كان قاعد بسيط شويه يعني كانت مربوعه. فهي معروفين يعني كل البدايات هيك تكون،
فيها صعوبات شوية كذا بعدين يصير التطور. بالضبط. طيب يعني ممكن اليوم محمد نشوفك أو مباكي نشوفك في نمط غنائي تاني غير الراب؟ هو شوف في عندي العمل الجاي هو قاعد هيب هوب باهي مش حيكون مثلا طرب ولا حاجه زي، لكن في غناء اكثر شويه في تلحين يعني في الكلمات بتاعي، ف حتسموه ان شاء الله يعني ان شاء الله قبل نهايه السنه. تمام. لو اخترت يعني ليش اخترت الغناء باللغه الانجليزيه بالذات؟ يعني ليش مثلا كبدايه ما بدتش بالعربي وبعدين طورت شويه، ليش او اخترت الانجليزي؟ هو انا اللي صار يعني اخترت انجليزي بعدين بدات ندخل عليه عربي شوي شوي. شفنا في اغاني يعني مره هيك بتاع مصطلح او شيء، ممكن حيكون لا يعني التاثير بتاع الفتره هذيك المرتبه بتاع ولد عمي والموسيقى كنت اسمعها كلها يعني هو انجلش وانا كنت نتكلم انجليزي يعني هو كويس قبل حتى امشي بريطانيا كنت اتكلم طلاقة، فممكن يكون سبب هذا، لان انا بدأت نكتب بانجليزي وقاعد ما سمعتش حد يعني هو يغني عربي. سمعتش حد يغني عربي، ما كنتش مفكر ان يعني حاجه دي ممكن بس برضه في الليبي ما كانش في فنانين راب يغنوا بالانجليزي، ما هو شبه في الوقت هذا ما كانش في حد يغني هو يعني. طيب محمد يعني انت هذه كانت يعني استراتيجيه منك يعني مش استراتيجيه، هي تحقق انتشار ممكن صارت عفويه، ما خفتش انت باهي ممكن رد العكسيه للموضوع ان انت بدات تغني بالانجليزي مش حيكون عندك هلبة مستمعين في ليبيا؟ حتحب فكر كده فكرت فعلا حاجه هذه، لكن النتيجه كيف كانت في الفتره الاولى هي قبل 6 سنين او 5 سنين هم اللي خلاص من بدايتك كنت انجليزي تغني يعني من لو كانت انجليزي بس، وكان في كان في يعني هو مجموعه ناس يعني هو كانوا متحمسين انه في مغني يعني هو راب ليبي ويغني بالانجليزي يعني هو كويس، لكن هو بشحق يعني نجاح وتوصل الناس اكثر، هذا عشان بدنا ندخل في العربي اكثر شويه باش يبدا يعني المستمع على الاقل يحس انه في حاجه ليه شويه، حتى لو كانت يعني جمله كل شويه يعني هو يحس انه في حاجه ليه. لكن في نفس الوقت نشوف انه مش بالشرط انه لازم نقدم شيء بالعربي باش يسمع الناس، لانه يعني هو يسمعوا الليبيين يسمعوا هلبة اللي مثلا الراب تونسي ومغربي وجزائري و 90% منه فرنساوي. هو نشوفه مهم تقدم موسيقى يعني هو على مستوى يعني التوزيع واللحن والاداء وكذا. طيب يعني ممكن لما نسمع مباكي غني فاول شيء يخطر في بالنا يعني انه ستايل قريب لإمينيم في الاداء وهيك، فتزعل لما تصير في هذه المقارنه ولا هو منزلش منها ولا تفرح يعني لما إمينيم يعني هو خاصه من 99 ل 2002 اللي دار في الثلاث اربع سنين هذوك كان يعني هو ما فيش حد ممكن دار يعني 3 4 سنين بالمستوى هذاك يعني هم من اساطير امانه. الاعمال الاخيره نتاعها ما تعجبش فيها هلبا مش زي قبل، لكن يعني اسطوره امانه ما فيش حد يقدر يتناقش فيه الموضوع هو، فما ميزاش فيه الموضوع هو، لكن غير انا احس في انه ستايل بتاعي بعيد عليه بس هي الناس هيك تقول على فكره هلبا لازم يغني مباكي والله يخطر على بال ما امنه فهمت؟ فتصير يعني في التشبيهات هذه. يلا عموما على سير جبنا سيرة الأغاني أو الفن الراب المغربي التونسي، فلاحظوا حاجة أن الفن الراب المغربي والتونسي والجزائري يشتركوا في شيء في التوزيع، فتحس لما تسمع التوزيع ممكن راهو في لمحة أو لمسة مغاربية في الأداء، بس احنا في ليبيا ممكن الراب نلاحظوا ان اغلب فنانين الراب في التوزيع تحس ان ما فيش اللمسه الليبيه في التوزيع، فتحس انه اقرب للغربي، تحس توزيع غربي يعني. صح. هو انا اقول ليش احنا الخط هذا؟ السبب ان الموسيقى في ليبيا والهيب هوب والراب في ليبيا للاسف قاعد يعني هو متاخر سنين هلبة على الدول المجاوره. هي فكره ان التوزيع قريب للغربي فتعتبر نقطه سلبيه يعني بالنسبه لنا حتاخر المحتوى مثلا برا لاغاني بالطي القدم اللي هم قبل 2010 هو حتى هو نفس الشيء يعني هو كان حتى في اغاني يغني فيهم بالانجليزي حتى هو كان متاثر يعني هو بالغرب شوي شوي بدا يطور في نفسه وبدا يقدم في حاجات تعكس يعني هو الحياه نتاعه هو يعني عنده اغنيه نتاع قالوا لي ما تجي هذيك ممكن انا نشوفها نقطه التحول اللي بالطي هو انا تو مع بدايه السنه الجايه في اكثر من عمل يعني هو فصل يعني هو
أكاديميين يعني. آه في 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 الإيقاع في التوزيع ف. إيه خادم التوزيع متاعهم أبو بكر الصافي ويفيو. حلو. معروف اللي هو وين يخدم التوزيع متاع أغنية يا دلالي متاع. أيمن لاتر تمام حلو. طيب لما أنت حسب قاعد تشتغل على الموضوع النكهة الليبية في التوزيع وكذا فشن حسيت مبدئيا الموضوع ماشي. يعني. أنا متحمس لها البيني هو لنا. قبل سامع يعني هو ناس يوزعوا في ألحان تاع هيب هوب يعني هو يحاول يضيف فيهم نكهة الليبية لكن تحس يعني هو في هلبة منهم كان تحس مبتدل شوية شيء ما زبطش معاهم النكس يبوا بالسيف يديروا يعني هو حاجة فصلها نكهة ليبية مش جاي مليح لكن في حاجات خدمها يعني أبو بكر لا أكيد ما أنا كنا متشوقين نستنوا في النكهة الليبية على الأغاني الراب تمام محمد طبعا بنجولي قصة التوزيع أو التوزيع في الأسواق الأغاني أو الإنتاج وشركات الإنتاج وما أدراك من هذا الموضوع فحاليا هل في شركة قاعدة تنتج لمباكي ولا مباكي قاعد ينتج ذاتيا مش ذاتيا وما في شيء ندير فيه من غير الشباب اللي معي يعني أسامة الفيض معروف بأسامة دي زدان أبو بكر الصافي ويفيو بيكسينو محمد القاضي من زو ستوديو تحياتنا كده كل أكرم هوادي محمد عيسى كلهم شباب هماني هو يعاونوا فيه يعني كويس فواد القريتي هو صاحبي هالبح هو يعاون فيه في هالبحاجات تحياتنا كلهم بس كلهم مفيش شركة خاصة يعني مفيش لا كل وكل يعني هو كل الأعمال اللي ننتجه فيها يعني هو كعمل مشترك باش إنه يعني أنا نبين يعني هو الشيء الكويس فيه أنا وحتى هم نفس الشيء يبين الشيء الكويس فيه باش نطلع مع بعض يعني هو بيدي يعني نقدر ندير حاجة لكن لو كل واحد بروحه يعني هو فتتعاملوا في قصة المصاريف هذه والإنتاجات ويعني حتى نشوف إن شغلك يعني في فيديو كليبس وتصوير أو لوكيشنات ولبس وكذا ف الموضوع هذا كله تدبروا فيه انتوا الجروب كشباب بالضبط يعني تتمنى لو انه يكون في فعلا شركات انتاج في ليبيا تتبنى الفنانين وتهتم تنسيق الشغل اكيد يعني هذه حتسهل يعني هو علينا هالبحاجات لكن حتى بدون يعني هو اي دعم بدون يعني اي شركه انتاج تتبنى اللي نديروا فيه يعني حنستمروا وان شاء الله حنوصل للهدف بتاعنا طيب محمد يعني مش عارف نقول محمد ما نقول مباكي عادي كل زمان تمام طيب بالنسبه للرابرز الليبيين اليوم تحس ان الكل ماشي بالخطى الصح وحيوصل الراب لو قعد بنفس المستوى هذا او ان تحس لا في اللي قاعد يدير في شغل حلو في اللي في 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 هم هي انك انت تقدم موسيقى مليحه بس يعني هو مش كفايه لازم تعرف كيف تسوق الشيء بتاعك للاسف يعني في هلبه اليوم يعني هو مره تكون صارف على الفيديو صارف على الموسيقى يعني لكن بعتالي اهم حاجه يعني ما يسوقش في العمل بتاع ما تكون مشكله في التسويق يعني ايه فيعني لازم يعني هو يتوفر يعني الشروط كلها الموسيقى كويسه يكون في مثلا لو خدم الفيديو يكون فيديو بتاع يعني على مستوى وبعتالي تعرف كيف تسوق الشيء بتاعك كويس طيب قول لي فن الراب في ليبيا تحس لاقي حظه ولا يعني مع المجتمع وكيف تقبل الجمهور يعني في عنده قاعده قويه ولاقي حظه زي باقي ممكن انواع الغناء الثانيه ولا تحسها مازال يبي هو ممكن مازال يبي وبسبب انه مازال يبي لان ما فيش استمراريه هلبة من أيه. اغلب الناس اللي على الساحه في تقطيع في الانتاجات وفي الشغل وفي يعني اولهم انا زي ما قلت لك انا يعني قعدت يعني 6 سنين ما شاء الله 6 سنين لكن ان شاء الله من تو يعني هو تو يعني خلال انا هنسكر تو في نهايه الشهر هو هنسكر يعني نسكر سنه 12 شهر هيكون نزل فيها 5 اعمال بس فيني هو رقم يعني لا باس به حلو حلو والسنه الجايه ما زال حتكون يعني هو فيها اعمال ما زال اكثر طيب قول لي مباك يعني شنو الصعوبات اللي في العاده تواجه فيك والعراقيل اللي يعني ممكن اكثر من مره تواجه فيك ولا الامور ماشيه زي ما تحب هي كل شيء ماشي تمام غير يعني الحاجه الوحيده ان في مرات باش ننسق انا يعني مع الشباب يعني من ناحيه مثلا التصوير من ناحيه المونتاج من ناحيه المكساج التسجيل في هلبة يعني هو قصه مواعيد يعني مش مواعيد بس مش انا نتفرغ باش انه مثلا يعني محمد القاضي حتى يتفرغ مثلا في نفس الوقت مثلا مش يسجل مثلا عند سينو حتى يكون متفرغ في نفس الوقت لان في الاخير هذا مش مصدر يعني هو دخل مازال ما تقدرش تدير يعني اولويه قبل الشغل متاعك احنا كنا لينين في موضوع هو لنا زي ما قلت لك يعني هو عمل مشترك لكن في الاخير ما فيش مردود مادي فما تقدرش تديرها يعني تديرها الاولويه قبل الخدمه بتاعك اللي هي يعني تصرف منها بالضبط وعد الثاني مش بس كلام